يبذل أندي وجيم جهوداً كبيرة لجني الأرباح كذلك. 3 أمتار. سأعود إلى الماء مجدداً. سيحاولون تحقيق الأرباح الكبرى باصطياد قنافذ البحر. في كل عام أذهب إلى الغوص وأعود إلى الماء، أشعر كما لو أن المحيط يقول لي اشتقت إليك، وكأنني عدت طفلاً من جديد، وأفرح بالمحيط وسعيد لأنني أعلم أنني سأجني أموالاً طائلة اليوم. كل قنفذ بحري محشو ببيوض تشبه الكافيار وتباع بسعر مرتفع. الأهم في البحث عن القنافذ اتباع مسار محدد، وأن تواصل السباحة حتى ترى القنفذ الأول، ثم تواصل حتى ترى قنفذين، ثم 3، وهكذا. أفعل ما تفعله كلاب تقفي الأثر. لذلك وأنا أسبح في الأعماق أفكر بالقنافذ، كما أفكر بإسطوانة الأكسجين. فإذا لم أجد القنافذ فسأخسر مئات الدولارات، وإن نفد الأكسجين فسوف أغرق. وعلى بعد مئات الأمتار يأمل أندي في أن يكون حظه أفضل. الغوص بحثاً عن القنافذ هو مثل الحفر بحثاً عن الديدان، أهم ما في الأمر هو الموقع. بمجرد أن غصت إلى الأسفل وجدت نفسي فوق كومة كبيرة من القنافذ، وبدت لي بلون الذهب، وبالتالي لن أضطر إلى السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر آخر للعثور على أول قنفذ، وعندما أجدها أبدأ بجمعها وأضعها داخل الكيس. وفي الواقع لا أعرف بالتحديد كيف يبلي جيمي، ولكنني أجمع أعداداً هائلة منها. صحيح أنها المياه ذاتها، ولكن تجمعات القنافذ تختلف من بقعة لأخرى. ما زلت أحاول جاهداً دون أن أتمكن من ملء كيس واحد، وكأنني أعيش كابوساً لا ينتهي. لا يوجد شيء في هذا الكيس، هناك القليل، إنها صغيرة جداً. الغوص مكلف، فقد دفعت ثمن الوقود والمعدات وعينت موظفاً للقارب، وسأخسر الكثير من المال، وأعتقد أنني في المكان الخطأ.